ومن لندن تنضم إلينا الكاتبة الصحفية الأستاذة عزة الزفتاوي. أستاذة عزة، بعد التحية، يعني كيف تابعتي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حتى الآن؟ صباح الخير. بالتأكيد يعني كما كان هو متوقع وفقا لمؤشرات عديدة، بدأت بعد إعلان الرئيس الروسي بوتين الاعتراف بالإقليمين المنفصلين أو الانفصاليين في شرق أوكرانيا، كانت هناك مؤشرات على أنه ربما يكون هذا الاعتراف هو بداية لإطلاق روسيا لعملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا. وتم الحديث هنا في بريطانيا وفي أوروبا بشكل عام عن قرب ساعة الصفر، وبالتأكيد يعني حتى التصعيد الذي حدث من قبل قادة الغرب وبريطانيا وأيضا في خلف الناتو حول عقوبات اقتصادية ضد روسيا لعلها تكون حافزا أو مهدئا حتى لا يقدم الرئيس الروسي بوتين على إطلاق هذه العملية العسكرية، لكن كانت أيضا التوقعات أكبر بكثير من حزمة العقوبات التي فرضت. الآن ونحن نتحدث من بريطانيا، يعني دعني أتحدث عن الجهود التي تحاول بريطانيا أن تتحرك من خلالها. صباح هذا اليوم الخميس مبكرا اتصل الرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالرئيس الأوكراني زيلينسكي وقدم له الدعم، وقال جونسون وفقا للبيان الصادر من 10 داون ستريت مقر الحكومة البريطانية أنه أعرب عن صدمته إزاء هذه المستجدات في الأزمة الأوكرانية المتصاعدة. الآن يعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماع مع لجنة الطوارئ الحكومية الكبرى للبحث عن الخطوة القادمة وسط تنسيق بالتأكيد بين بريطانيا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي من جانب، وبين بريطانيا أيضا وأعضاء حلف الناتو فيما هو سوف قادم بالنسبة لهذه الخطوة. هل هناك ملامح لهذه الخطوة أستاذ عزة؟ أعتقد أنه وفقا لتصريحات وزيرة الخارجية البريطانية لستراس، هي قالت أنه هذا العمل العسكري الروسي ضد أهداف في أوكرانيا لم يمر وفقا لحديثها دون عقاب، بمعنى أنه سوف تكون هناك خطوة تصعيدية. ربما الخطوة التصعيدية من وجهة نظري تتمثل في عقوبات اقتصادية موجعة رادعة، ربما أيضا تطال مؤسسات وشركات وكيانات سياسية وأيضا اقتصادية لها علاقات قوية مع الكرملين وقريبة من الرئيس الروسي. هذه هي الخطوة أعتقد الأولية ردا على هذه العمليات العسكرية. ولكن حتى الآن بالتأكيد ليست هناك أي حديث عن ربما تصعيد عسكري، رغم أنه بريطانيا قبل يعني بدء هذه العملية العسكرية كانت قد أعلنت بتقديم المشورة العسكرية وأيضا مد أوكرانيا وكييف ببعض المستشارين العسكريين لدعم الخطوط الأمامية لأوكرانيا، ولكن الحديث عن عمليات عسكرية مشتركة ليس واردا على الأقل حتى هذه اللحظة. يعني مجرد دعم واستشارة فقط حتى الآن. طيب، حزب العمال البريطاني أعلن عزم رئيس الوزراء الإدلاء ببيان أمام البرلمان حول أوكرانيا، هل هناك من أخبار حول هذا البيان؟ أعتقد أنه المتوفر حتى هذه اللحظة، ونحن في انتظار الانتهاء من اجتماع لجنة الطوارئ، ربما التنسيق مع الشركاء وحلفاء بريطانيا على ضرورة إيجاد رد حاسم. هذا الرد كما ذكرت ربما يتمثل في خطوة تصعيدية في إطار العقوبات الاقتصادية الموجعة كما قال رئيس الوزراء البريطاني، وأيضا تحدث وزير الدفاع عن إمكانية تصعيد، ولكن الحديث عن مشاركات عسكرية من قبل حلف الناتو أو بريطانيا أو الحلفاء ليس واردا، وفقا لنفيك بكثير أنه ليس واردا أن تدخل بريطانيا أو الغرب في عمليات عسكرية مشتركة مع القوات الأوكرانية على الأرض لمواجهة هذه العملية العسكرية الروسية. أيضا سفراء الناتو بيعقدوا اجتماع الآن لبحث الأزمة،
هل تتوقعين أن يظهر البيان بيان موحد من هذه الدول أو من الاتحاد الأوروبي حول هذه الأزمة قريبا؟ أعتقد أنه ليس أمام أعضاء حلف الناتو وأيضا أعضاء الاتحاد الأوروبي سوى توحيد وجهات النظر والمواقف، لأنه اللعب على يعني عدم الاختلاف في وجهات النظر ليس في صالح أوروبا أو في صالح الأمن والسلم العالمي. الحديث الآن بدأ عن إمكانية تفكك أوكرانيا وأيضا ظهور الكثير من الكيانات الإقليمية داخل أوكرانيا، وأعتقد أنه الحديث عن فكرة تفكك أوكرانيا لن يصيب أوكرانيا بالضعف، ولكن أيضا سوف يؤثر على فكرة السلم والأمن في أوروبا وفي العالم أجمع. لذلك أعتقد أنه لا بد أن تكون هناك وجهة نظر موحدة بين الشركاء، سواء على مستوى حلف الناتو والذي كان قد تحدث على أنه إرساله أو تحريكه لبعض قواته على الحدود الشرقية بين روسيا وأوكرانيا كان لمجرد تأمين دفاعاته. هل سوف يعيد النظر في هذه الخطوة؟ هذا ما سوف نتعرف عليه بعد انتهاء الاجتماع. هل سوف يبقي على هذه القوات كنوع من الضمان لأمن واستقرار وعدم الزعزعة الأكبر لأوكرانيا؟ أعتقد أنه لابد أن سوف يكون هناك رد حاسم لإظهار الموقف الموحد من الشركاء والحلفاء الغربيين في حلف الناتو تجاه هذه العملية العسكرية الروسية. يعني الجميع في الاتحاد الأوروبي يتحدث عن فرض عقوبات مشددة على موسكو، البعض على الطرف الآخر يتهم الاتحاد الأوروبي بأنه هو من استفز روسيا للإقدام على هذه العملية. يعني الحديث عن فكرة استفزاز روسيا بهذه العملية يعني حدث ولا حرج، لأنه الحديث بدأ بالفعل على أنه الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الرئيس الأمريكي بايدن قيل أنه شجع أوكرانيا على طلب الالتحاق بالناتو، وأيضا بدأ الناتو بالفعل في التمدد شرقا، الأمر الذي استفز بالفعل الرئيس الروسي بوتين، والذي اعتبر أنه مجرد الحديث عن الموافقة على انضمام أوكرانيا لحلف الناتو وأيضا هذا التمدد العسكري من قبل الناتو ربما يكون مهددا كبيرا للأمن القومي الروسي وأيضا للحدود الروسية مع أوكرانيا. وكان الرئيس الروسي قد تقدم بضمانات ومطالبات لحلف الناتو بأن يتحدث بالفعل عن أن يقدم الغرب أو حلف الناتو تأكيدات على أنه هذا التحرك لن يمثل خطرا لأمن القومي الروسي، ولكن استمر الحلف الناتو في هذا التحرك، مما يعني أنه روسيا لم تحصل على ما تريد رغم كل التحركات الدبلوماسية والحديث عن أنه ليس هناك نية لمهاجمة روسيا وأيضا ليس هناك من جانب روسيا أي نية لمهاجمة أوكرانيا. ولكن كل هذه المحاولات كما نحن الآن بقت بالفعل بالفشل، وأصبح الحديث ضعيفا الآن عن إيجاد مخرجا سياسيا أو دبلوماسيا أو حل دبلوماسي، رغم أنه يعني البحث الآن يمثل يعني أملا أمام الجميع لوقف هذه العمليات وعدم التصعيد الروسي تجاهها. يعني ترين أن الحديث عن حل دبلوماسي مبكر بعض الشيء؟ أعتقد أنه لابد أن لا نفقد الأمل، يعني حتى ومع هذا التصعيد والعمليات العسكرية الروسية التي وقعت قبل ساعات ضد أهداف في أوكرانيا أعتقد يبقى الأمل. بالتأكيد ربما سوف تحاول الدول الغربية والولايات المتحدة البحث عن عدم التصعيد أو وقف الأمور عند هذا الحد من الجانب الروسي. ربما أيضا يكون الرئيس الروسي يرسل رسالة بأنه القوات الروسية قوية وحاضرة في أي مرحلة من المراحل لو تضمنت أي تحركات ضد الأمن القومي الروسي. الحديث الآن أصبح عن عقوبات اقتصادية موجعة رابعة حاسمة، وربما تكون منفذا للغرب أن يجد أيضا حلا دبلوماسيا. فأعتقد أنه الآن نسير في مسارين
وسوف نرى النتائج المترتبة أو كيف ستكون هذه الحلول تضع حدا لأي تصعيد قادم من قبل روسيا تجاه أوكرانيا. أخيرا ضيفتي الكريمة وشكرا لسعة صدرك، يعني بريطانيا تحديدا كانت من أشد الدول دفاعا عن أوكرانيا أو تضامنا مع أوكرانيا منذ بداية الأزمة، الآن وبعد أن وقعت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الموقف البريطاني تحديدا الآن؟ الموقف البريطاني أعتقد أنه كما هو لم يتغير. يعني بريطانيا كانت داعما قويا لأوكرانيا، وكما قلنا في البداية وصل الأمر إلى أنه بريطانيا تقدمت ببعض الدعم العسكري من خلال استشاريين عسكريين على الأرض بريطانيين أو تقديم بعض أستاذة عزة، عذرا للمقاطعة وابقي معنا من فضلك.